درسي 488 برنوت أخلاقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقة متدرين كينيار الوقار جتشوتا. وقار جتشون السكون والحلم والرزانة تسقباو وفقبو جتشودا أكهيكا فانت أكاهي كبرنوتا تمو. هو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب. نمني يروسلا سوچي نمت بايتو كيس جي كما يوكين سوچي ليه الدر تسقباوتو سابتين سقباتشوتو وقار جدما. الوقار هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة. وقار جتشون دبي دبلتا يعني دبي دبلتا كان مبربا تشفن الرا أفقبو تب الرا أفقبو وانتو تسوچي لي غرا غرا أغر سيسا يوكينا مو سوچي با يسو الرا أفقبو تو وقار جتما إني كن نمتو كتاس قباي كان هنجيك أمني كان تاس قبيهن أمني غافتاو وقارك أباجدا كيسمتي وان ابتديم متوكرت يوكي وان راوات متوكرت وطوهن أريفت هنجيك أمين تسقبين نبي راواتشوت وقارجد أما فكينا كناتيف ربين سبحانه وتعالى حال قبرو تسالبتي كنجد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبروت الربي يكين قربوني رحمن جرى يرو لفر أديما سوت أديما وقار جيشو لكم سوت أديما كان إن أريفا ننفيق ننجيك أم نيشان. وإذا خاطبهم الجاهلون ولا لا يؤسان تدبته وان بدير بليس إسان قلو كان دبتا يعني أريفتني دبتني وان بدي كيسان قلن أجيفتنيتو إسا نغا إسا مباسو دوباتو يوكي نغا انتا آجدوني جتشار إني كن حالا نمني إتين وقارا أرغاتو يوكي نمو تسقبي سوتا جتشو أرغاتو إبس أكاسما ربين حالا نمو تورا إلمان ساني غرسان كيسا لقمان أكان نتي إلمسا غرسة إبس ربين أكان جدي لقمان إلمساتين وقصد في مشيك سوت جدو غليسة تأييرو ديمتو إن أريفاتين إلا فين جشون. واغدد من صوتك سغليكي قديك أبي يوم ألفنا انجدتتي إن أنكر الأصوات سغلين جبما ربي برتي لصوت الحمير سغلي هريتي إن إيتي وانتيف إيارا قديك أبي جدان أست إيو ديسون وقارا ديم ساريفاتشو دابون وقارا جشون. وان بايدا كان نلمسا غورسي سكيسا سكانتا آجتشا رقبابا نمتي وقارين برباتشي ساتا حديثني كان جالانو إبسودان دا وقارا إلا تشيزي سلفوني سوان هدو دوباتو نووين ملتوني أفوان ذنون نمني جد أمو وكان جدا ملتون وقارا سدي إنس تكفاني تعظيم الكبير نما قداك بجو والترحم على الصغير دائماني في رحمة بجو والتحلم على الوضيع نما يرتو داف يوكي نما جلي داف نما يعني قارين تاني نما قد إداف مو أبسو نمنكو وقارك بقافة جدهو نمو تو تراسات آباتشون هم بربادم نيف إرّا أوبسا وجنين آباتو يوكي نمو إسا وجنين وانم بربادم نيكي سنگلون إرّا أوبسا يشور أرقون الرانقو دائما نيف مو رحمة قدا ورّا قدامون كباج كن نمرّا ملّة تانان نمنكو وقارا كباجد أما إمران بن مسلم عمر بن الخطاب كان جد إيه جدا تعلموا العلم وعلموه الناس بيكم سبرت دانا مبرسيسا وتعلموا له الوقار والسكينة برنوتا كناف أمو سوتا جتشو
akkasumas ariifachuu dhabuu tasgabbii barnoota sanaaf baradha. Namni waa nama barsiisu tasgabbii qabaachuu irra jiraata. Ilmiidhuma kanaaf deebisaati tasgabbii isaa baradha. Yaani akkatti tasgabbaamu baradha. Kana laalchisaati jechuudha. Egaani mata dureen kun baay'ee barbaachisaa ta'uu keessaa qabxilee hedduutu jala jiraata. Isa keessaa tokko alwaqaaru calaamatun calaa wujuudi alhayaa. Nam tokko waqaara qaba yoo ta'e namni kun hayaa'a qaba, saalfii qaba. Yaani bakkan barbaadamne dhaabachuu dhiisee bakka barbaadamuu fi haala barbaadamuun dhaabachuutu isarra jiraata ta'uu agarsiisaa jedha. Ana min alhayaa'i maa yaxmilu saaxibahu cala alwaqaar. Hayaan kan abbaasaa waan tasgabbiitti isa geessu jira. Bi'an yuwaqqira gayrahu, nama biraa kabajuun. ويتوقر هو في نفسه أفهم برتس موكا بجأ في فكنون ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة نما نمما قبو فوان مل سوچيلي نما نمين يما قبو كي نمما قبو فهم مل إرى قبيكا دوبا نما ديب سجر حياكا نرى نم نقاف حياك أبجد أمو لفا سلبنان نابتو nama namummaa qabu maal jedhuu beekurra hin malu waan ta'eef bakka sanan dhaabbatu jechuudha. Gabaabaadhumatti waqaara qabaachuun hayaa'a qabaachuu nama kana agarsiisa jechaadha. Inni biraani namni hayaaman waqaariin kun li'annahu min fi'li ruuhi, waa lubbuun namaa hojjetudha. Warruuhu samaawii, lubbuun namaa immoo samaa irraati kan inni dhufe. Nuuraaniyyuun jamiil, ifa wayiti baay'ee bareeda ture jedha manaawiin. Walhayaa'u khajalu ruuhi min kulli amrin laa yasluxu fi samaa. Hayaa'a yeroo jennu ammoo lubbuun kun yeroo qaanoftu, yeroo saalfattu, yeroo gaabbitu, yeellaatu wanta samii keessatti fudhatama hin qabne hojjechuurraa yeroo deebitu wanti kun hayaa'a jedhama. Kanaaf hayaa'in ziinaadha. Waan namatti tolu, waan nama gammachiisu waqaara irraa kanatu dhufa jechuutu beekamaa jedha. Inni ittaanu alwaqaaru yakuunu yaksuu arrajula haybatan wabahaa'an wayucadimuhu samtan wayucxiihi samtan xasanan. Waqaariin nama kana akka inni haybaa godhatu, gaaddidduu ulfaataa akka inni godhatu, akkasumas ammoo kan ni bareedu isa taasisa, haala gaarii isa gonfachiisaa jedha. Ni afraffaan alwaqaaru yasuunu alabda an ilmunkaraati walradaa'il. Namni waqaara qabu wantoota mormamaa ta'e seera islaamaa keessatti fudhataman ta'an, akkasuma waan yi'iraa ta'e gaariin taane irraa dhowwaa jedha. Isa kanarraa ittisa jedha. Ni shanaffaan يطبع الحب في قلوب الآخرين للشخص المتصف بالوقار. نمتش أملك نقبو أمل وقارك أبو خناف أكنا من إسجالة جاللسا قلبين ما كيسكا أمل لكون نمن جرجر بكم برباد من النابن سالفيك أبو قدا كبجو تكاد أفرحمة قدو واللالا يكين نما هوس يكين جلي yookiin nama yartuu taateef ta'eef kan irraa of qabu kun nama biratti akka jaallatamu isa taasisa wanti kun. Waqaariin izzun li saaxibihi fi dunyaa wal aakhira. Amala kana qabaachuun, amala waqaar jedhamu qabaachuun duniyaa irrattis ta'e aakhiraatti cimina, guddina, ulfina isaa kenna nama kanaafi jedha. Egaan kun bu'aasaa yeroo ta'u amala kana horachuu wanti nama dhowwu jira. Akka namni amala kanan arganne, tasgabbii akka namni arganne kan nama taasisu jira. Innis maal inni tokko almujaaharatu bilmacaasi, cubbuudhaan yookiin macsiyaa badii wanjala hojjechuu dirree baasanii nama fuulduratti hojjechuutu akka kana nama taasisaa jechuudha. Akka amala kanan horanne nama taasisa. Inni lammaffaan alxumqu wa xaqiiqatu gowwummaa. Yaani xumqi jechuun
وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. وانت توكو اكما اني فوكي ساتي وسو بيكو بكا نكامون قبل نكاوتو حمق جدما يعني وان قوة غان كالتين قبل جدتو اني ستيانو الغضب دلنسو نمني دلنسو قبو تسقباو دندو. قال أهل العلم اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. دلنسو يقدا إيماننا ما بلسا نمني دلني دلنسو سنهو جير أولتو إيمان سجل أبدا أكا حدون دم بلسو تيجرا. إني براني كان أملكا هرجونا مدوو كثرة المزاح قوسا بايسو نمني قافا قوسا بايسو تسقبير أبا كناف انت الناتا نما برات كبجان ارغتو كانتو دفاجر سلوما تسقبير أبو فلفل كانجرو يوتاي نمني كان أس جيك أمو يوتاي وقار ارغتو هندو. إني براني كان تسقبير نما دووتو سماء الغناء والميل إليه سرب رقي فتشو في ستقرو نمني كان بايسو تسقبي أرقاتشو نندا ومالي في وجد أمي معصي هذا وانتشي وانبر بعد ممتي وانتا يفي تسقبي كان كنو ربي دا ربي تنما وفقا كارانا مرابسي سجدشو وانتوني أملكنا أكهورة النما تاسي نمو توقفاني السكينة فإنها تثمر الخشوع وتجلب الطمأنينة وتلبس صاحبها ثوب الوقار. طمانينا كباتشولا سكينة كباتشولا طمانينا سكينة وقاركن أملا ولتبيني كابو نمني قافا سو تجدو أكا قدف كابو إسا أرى أرغتا أكا تسقبا وأجرى أرغتا أفتا أريفتشولا أبو أفتا وقارا أجرى أفتا جتشان. إني لما فا إثبات اتباع آثار الأنبياء والصالحين الذين تحلوا بالوقار أملا هالا وكين فانا أنبيوتا صالحوتا ورا أملا كانان فايا مني زديموتو أكاب لكان هورة النمتاسس سدفان الخشوع في الطاعات والاكثار من الصالحات يرو إبادة هجتن كيسا نغدف قبوفي وجوان غقاري تيهد دميسون أكا كان أرغتن نمتاسس أفرفان طلب العلم بيكم سبر بادود نمني بيكم سبر اتشاديمو قلبين ساتس قباها ججرين سدابا جيكمو ديسات ديما نرن سكان وكين اتتا ديما ججو شنفا البعد عن الغضب والطيش والنزق دلنسور رافقاتشون دلنسور رافقاتشون أكتس قبي أرغت النمتاس ساديما الالتزام الصمت وقلة الكلام تسألسو بايسو ربي تكيسوتو أكتس قبي أرغت أكا وقار أرغت النمتاس أكو مدورة ربني حياة أكباتشو إني سد التفان الحلم فهو وسط بين الاستطاشة والانفراك. مال جتشارا أبسودا إن يكون دانغا دربود أبو وكين أمو تسقبيل أبني جيك أمور رأفق أبو في تسمى دعاة أورا قدو كانت كان أرغمتو حلم تأجل إيتي إبسا المهم أبسك أباتشولو كان تسقبين أماكن إني براء الصدق لقد بجودة إني تمرى تعظيم الحرمات والرب حرام قد إرى فقاتشوتو يعني كباجوجتشون وانسرج أبسول أبوتو أكا كان أرغت النما تاسسا جتشون أكا وقار أرغت النما تاسسا. أمي معبد رضي الله عنها إرقما ربي قافا وإيساني إفسيتو إن سمت فعليه الوقار يجعل ليسي سدات الرامولة يمكن تسقبيت الرامولة جد وإن تكلم سماه وعلاه البهاء يدبت مبردنة الرامولة جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام هالساني إفسيته
سعيد بن المسيب أكد بتوتي وأول الناس وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا قال الوقار قال رب زدني وقارا سينان نبي إبراهيم عليه السلام دبتنيتي جلقب نما أري يوكي الرفينس أدي متاسا كي سترقي مالد أكو يا رب جناني وقارا جديني رب أنت كن تسكبي آجتشو جيك أمود أبو جنان قال رب زدني وقارا يا رب ناف دبلي كان أجد إيه نمك أتير إبراهيم جدا فكين يتا أرغمان جدشور أبو بكر كان أبو بكر رضي الله عنه يوم الثقيفة أحلام مني عمر بن الخطاب كان جدا أبو بكر قاف أرغمان ربي دوئي ثقيفة بني سعيدة ديبني چتي والغيقوني موتن باج أمساد أبو داف قاف كأمو كنمو أرغمان ربي آخرة ديبنان قرآن قوتي رفود أفكان جماعان كون أبو بكر كانت أحلم مني وأوقرا نرى كان أفسو تأيتوري كان تسقباو تأيتوري ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت يعني ما لو راستي كان ربته أبو بكر تسقباتوري قافسنا وانت سجيك هنجرو kana ta'u wajjin kana ta'u ran kan ka'e wanan nan dubbadde jade ke sakotti yade Abu Bakr isan yade sana calatti yokirimo akkuma ni yade sana ti dubbata tore jada hamma dubbi sa fitotti asitti malje cubar bade ergama rabbi ga sana khrade man sallallahu alaihi wasallam ansaronni angonu tu qabata je cubar badani akkasuma sammo muhajironni angonu tu qabata je cubar badan jari lamanu ga fakkat أنصار النبني ساكف بني سعيدة كيست والتقامنية تومر يتاجرني أجي ديبن غافة ديبن عمر ربي جلقبا غافة عمر ربي جلقبا وابا بكر تاي عمر جلاني وفي ساني درباني آساني نا غافة كانا حالة كانا إفسي جتشورا سانين أبو بكر تين جتشور غابة نمت وقارا جتشون باي إنا ممانا ما تيف كان ما برباجيسو سكن براء رسول ربي عليه الصلاة والسلام حتى يرو صلاة ديمتا فعليكم الوقار سوت جتني ديمون سن الرجرات سن الرهاجرات صلاة يرو ديمتا إقامة جد أميرتانا وقارا سكينة أن ديما تسقبين سوت جداتي ديما وان قبطا صلاة وان دربريسا نمني صلاة قبو فيقا ديمو يرو جيقون هرقانا انجيك أما كأمسي لبتشا يكستوري salaata saa bifa tasgabbaa'een bifa qalbiin isaa dhaabbataa ta'een kan geggeessu hin ta'u kanaaf haala kanaan deemuun gama salaataatti yeroo deeman tasgabbaa'uun ajaja rabbii bakkaan ga'uuf kan biraa keessatti immoo daran nu barbaachisa jechuudha gara rabbii keenyatti dhaquudhaaf tasgabbaa'uu nu barbaachisa kan biraatti immoo hedduu sana caalaa akka tasgabboomnu nu barbaachisa jechuudha darsittaanuun hanga walitti deebinutti haadhaa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad